خلينا نتحول لموضوع تاني. جامعة بني سويف قدرت انها تحقق المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية في برامج محو الامية، ووصل عدد الاهالي اللي استفادوا في البرامج دي لحوالي 26,000 مستفيد، وده طبقا للتقرير المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار. خلينا نقول ان يعني هو ده الهدف من زيادة الوعي. احنا بنقول ان قلة الوعي وقلة التعليم في بعض الاحيان بتؤدي للجهل بالحقوق، وعلشان كده في مبادرات مستمرة لزيادة الوعي ولزيادة التعليم ولزيادة الادراك عند الناس المختلفة. نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، اهلا بحضرتك والساده المستمعين. خليني بس الاول استاذن حضرتك ان انا يعني بنعزي انفسنا ونعزي الـ يعني القطاع الجامعات الجامعي بوفاه ابنتنا الطالبه ابنه جامعه المنصوره. نعم، ونتمنى لها الرحمه ويعني لاهلها الصبر والسلامه. كل شكر لحضرتك دكتور. بداية خلينا نتكلم عن ان في خطة تم وضعها علشان تحقق الجامعة المركز الاول وتوصل لرقم محترم وهو 26,000 مستفيد من فكرة محو الامية. ازاي الموضوع ده اتعمل؟ ايه الشروط اللي الشباب قدروا يشتغلوا عليها عشان يوصلوا لهذا الرقم؟ خلينا نبتدي. هو احنا مش اول مرة احنا حصلنا، هو الجوائز يعني التقييم ده بيبقى ربع سنوي. احنا حصلنا على اوائل الجامعات المصريه الربع اللي قبل اللي فات على طول، يعني احنا كان ربع بدايه العام وبعدين اللي بعديه طلعنا الثاني ورجعنا ثاني الاول. احنا ده كان تحدي حضرتك ان احنا بدايه المشوار كنا يعني مش من مترتبين في اوائل الجامعات، لكن كلفت المنظومه المسؤوله عن هذا موضوع ان احنا في تحدي تبذل المجهود وتتحط يعني كل يعني امكانيات الجامعه لتذليل اي صعوبات بحيث ان نحقق هذا الموضوع. هو طبعا زي ما حضرتك عارفه ده متطلب تخرج. نعم. لطلاب الكليات النظريه زي اداب، حقوق، خدمه اجتماعيه، تربيه. كل طالب المطلوب يمحو اميه كام شخص يا دكتور؟ 8. احنا سهلنا لهم المهمه دي وعملنا برنامج يعني سوفت وير بحيث ان يسهل لهم المهمه ويسهل لهم انهم يتابعوا يعني اللي عندهم اميه. وابتدينا كنا حوالي 6,000. الحمد لله الربع الاول من العام الدراسي ده حصدنا حوالي 14,600 وحاجه زي كده، وكنا الاول على الجامعات المصريه. دلوقتي شوف حضرتك احنا يعني الضعف او اكثر من الضعف، ف يعني طبعا ده مجهود كبير لإدارة الجامعه، وانا بشكر ابناء الطلاب يعني على هذا المجهود وهذا الانجاز وتحقيق الارقام دي، واتمنى يعني ان يبقى في متابعه للناس اللي هيتحصل لهم محو اميه. واحنا بنتكلم دلوقتي حضرتك في يعني مش في الاميه المحو الاميه الكتابه والقرايه، احنا عندنا اميه تكنولوجيه. يعني ده اللي انا كنت هتكلم عليه. يعني اذا استمر الوضع كده يمكن في خلال سنوات قليله جدا وهي يعني تعد على اصابع اليد الواحده، لو فعلا في اخلاص يعني من الشباب في هذا العمل ممكن يتم المحو الاميه القراءه والكتابه في فتره وجيزه جدا ان شاء الله. واحنا عملنا نتحول بعدها بقى للاميه التكنولوجيه او الاميه بتاعه التعامل مع الوسائط المختلفه. احنا كنا واحنا بنعمل تدشين لحصولنا على الجائزه الاولى في الربع الاول. قلنا ان احنا هنعلن جامعه بني سويف بالاميه التكنولوجيه بالنسبه لكل منسوب الجامعه، وشغالين ودينا فرصه حوالي لغايه اخر شهر 7 ما يبقاش عندنا حد عنده اميه تكنولوجيه. هو ده المطلوب، هو ده الكلام اللي احنا لازم نفكر فيه دلوقتي. يعني هنمشي بالتوازي بحيث ان احنا محو الاميه الكتابه والقراءه والكتابه شغالين فيها لاهالينا في المحافظه، وشغالين بقى على منسوب الجامعه في الاميه التكنولوجيه، وعرضنا ان احنا ممكن نقدم هذه الخدمه بما لدينا من امكانيات من معارف ومن ناس متخصصين في كليه الذكاء الاصطناعي لكل ادارات و
مديريات المحافظة إن شاء الله. أكيد. كل الشكر لحضرتك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. شكرا جزيلا لحضرتك.